وقلت له خسرني كل شيء يعني حتى العالم الزين حتى العالم الزين. كم صديق خسرت أحمد؟ واي. إذن شفنا أحمد جبار اللي هو بدأ تقريبا من 2009 يعني من 2009 لحد 2024 15 سنة هو مستمر على الكحول مع الحبوب، وشفنا خسارات أشقد خسار والده والدته أصدقائه يعني أقرباء حسب ما يقول كل الأشياء حتى عمله خسره. بالنهاية بلحظة معينة قرر أنه يجي يتعالج. خلي نسمع باقي القصة من أحمد. شنو أكبر خساراتك؟ هو أهلي أصدقائي حالي مالي كله بسبب هاي السؤال خلاني قاعد بالإجابة قلت لي أهلك باعوا بيتهم؟ وباعوا بيتهم بسبب شنو ليش بسبب؟ فصلوا العالم الطوشي سويت مشكلة لو شنو؟ لا هو أخذت فلوس بالفايز يعني ظليت أضرب أجيب شرب أروح لغير أموره أطلع بغير شغلات يعني نوادي ما نوادي وهاي نعم وقعدت في الإيجار؟ قعدت في الإيجار